فتح مكة أعظم فتح في التاريخ الإسلامي. حدث هذا الفتح في 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة. عدد جيش المسلمين الفاتح 10,000 مقاتل يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسببها أن قريشا نقضت ما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقد كان في بنود الصلح أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وحدث أن اقتتلت بكر مع خزاعة واعتدت عليها، فساعدت قريش سرا بني بكر بالسلاح، كما قاتل رجال من قريش ليلا مع بني بكر، وعليه فقد نقضوا الصلح بهذا العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا يحق لهم أن يفعلوا ذلك. فانطلق بديل بن ورقاء مع نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه بما أصيبوا منهم وبمساعدة قريش لبني بكر، ثم عادوا. وقدم أبو سفيان إلى المدينة ليستطلع الخبر وليصحح خطأ قريش ويوثق صلح الحديبية ويزيد في مدته. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، وذهب إلى أبي بكر ليكلم له رسول الله، فقال أبو بكر: ما أنا بفاعل؟ وقابله عمر بأشد مما قابله أبو بكر، وذهب إلى علي فكلمه أن يشفع له عند رسول الله، فقال له علي: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. ثم وجد أبو سفيان أنه غير مرغوب فيه بالمدينة، فخاف على نفسه وانطلق عائدا إلى مكة خائبا. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو، وأمر المسلمين بذلك دون أن يحدد لهم وجهة سيره، ثم أخبر الناس بعد ذلك بأنه ذاهب إلى مكة، وقال لهم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وأرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه امرأة وجعل لها أجرا على إيصاله، فوضعته في رأسها ثم فتلت عليه شعرها وخرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما فعله حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير وقال لهما: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما أجمعنا عليه في أمرهم. فخرجا فأدركاها واستخرجا منها الكتاب، واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: يا رسول الله، إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت وما بدلت، ولكني كنت امرئا ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من رمضان، فصام وصام معه الناس حتى إذا كان بالكديد أفطر، ثم مضى حتى نزل في مر الظهران قريبا من مكة. وخرج أبو سفيان في نفر يستطلع حول مكة، فقد كان به هاجس لا ينام ورأى نيرانا كثيرة، فاقترب فلقيه العباس وأخبره بأن هذا جيش المسلمين، فخاف أبو سفيان
ثم إن العباس أجاره وأردفه وراءه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به على النبي، ثم أسلم أبو سفيان في الصباح وشهد استعراض النبي صلى الله عليه وسلم لجيشه. فقال أبو سفيان: لا طاقة لقريش به، فأسرع إلى مكة وأخبرهم بذلك وقال لهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ليدخل مكة من 4 مداخل، وعلى رأس كل جيش قائد، وهم الزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، وسعد بن عبادة. وشهد جيش خالد قتالا مع المشركين، فقتل منهم ما بين 12 رجلا و13، ثم انهزموا. وفيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أناس من المشركين، وأهدر دمهم ولو تعلقوا بأسار الكعبة، فقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن الناس بمكة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت 7 على راحلته، ثم حطم الأصنام ومسح صورا داخل الكعبة وطهرها من رجس الشرك. غزوة حنين حدثت في شوال من السنة 8 للهجرة، وكان قائد جيش المسلمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدد جيش المسلمين 12,000 مقاتل. قائد هوازن مالك بن عوف النضري، وعددهم 20,000. مكان المعركة في وادي أوطاس في ديار هوازن. سببها: لما علمت قبيلة هوازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أجمعت على المسير إليه وحربه، ونزلوا بأوطاس مع حلفائهم من ثقيف وغيرهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد ليستطلع الخبر، فأخبره بأمر هوازن، فأجمع المسير إليهم بجيش الفتح، وخرج معه 2,000 من أهل مكة. ولما وصل المسلمون إلى الوادي وكان الوقت فجرا، فجاءهم هجوم هوازن الذين كمنوا في هذا الوادي، فراعهم ذلك واندحروا وتفرقوا راجعين لا يلوون على شيء. وانحز النبي ذات اليمين وقال: أين أنتم أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، ثم سمع الناس نداء رسول الله فعطفوا ورجعوا وثبتوا معه، ودارت رحى معركة عنيفة في هذا الوادي كان النصر فيها للمسلمين. وفرح بهزيمة المسلمين في بادئ الأمر ناس من قريش كانوا ما يزالون على الشرك، لكن الله خيب ظنهم فيما بعد، حيث التف المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالدوا الأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، وما هي إلا ساعة حتى قتل من قتل من هوازن. ودارت الدائرة عليهم، وهرب مالك بن عوف ونفر من أصحابه إلى رؤوس الجبال، ووقع في الأسر جمع غفير. وجمع السبي والغنائم في الجعرانة قرب مكة، ثم أرسلت هوازن وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. ثم رد عليهم السبي وكذلك فعل المسلمون، وأسلم مالك بن عوف، ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وماله ومئة من الإبل. استشهد من المسلمين 4، وقتل من هوازن 72. غزوة تبوك حدثت في رجب سنة 9 للهجرة، وسببها أن ملك الروم هرقل والمتنصر من العرب
قد عزموا على قصد المدينة، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بذلك، فكان حشدا كبيرا للمسلمين رغم الجهد والفاقة وشدة الحر. وبرز في هذه الغزوة عدد من المسلمين الذين تسابقوا في التبرع والتصدق بأموالهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله. وتبرعت النساء بما يملكن من حلي وذهب، كما برز عدد من المنافقين الذين عملوا في توهين المسلمين لصرفهم عن المشاركة في هذه الغزوة. اجتمع جيش النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الوداع، وبلغ عددهم أكثر من 30,000، وهو أكبر جيش اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، رغم ما كان من الشدة والفاقة والحر، فكان شوكة في أعين المنافقين. وصل هذا الجيش إلى تبوك، ولم يلق أحدا من الروم أو من جيوش العرب المتنصرة، ولكن كان لذهابه خيرا كثيرا، حيث وطد حكم المسلمين في تلك النواحي. فحضر صاحب أيلة إلى تبوك وصالح على دفع الجزية، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بذلك، كما وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، فأسر صاحبها أكيدر وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، فصالحه على الجزية وأطلقه. وأقام النبي بتبوك 14 ليلة، ولما لم يلقى جموعا من الأعداء عاد إلى المدينة، وفي أثناء عودته خرب مسجد الضرار للمنافقين. وبرزت في هذه الغزوة أيضا قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة، وهم من غير المنافقين الذين تخلفوا بأعذار واهية، وإنما كان تخلف هؤلاء الثلاثة دون عذر، فقطعهم المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، ثم أنزل الله توبته عليهم، ومن هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك. تكمن قيمة هذه الغزوة التي لم يحصل فيها قتال إلا في بعض الأماكن التي شنت فيها سرايا من هذا الجيش على عدد من المراكز في شمال الجزيرة العربية، في أنها كانت ذا حشد كبير وانطلقت لحرب الروم والأخذ بثأر مؤتة. ولو كان للروم حشد لكان لها شأن كبير، ولكانت أول غزوة يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد عدو خارجي، ولكن الله يفعل ما يريد. معركة عقرباء بين خالد بن الوليد ومسيلمة الكذاب. حدثت في سنة 11 للهجرة، كانت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد ومسيلمة الكذاب الذي كان يقود أكثر من 40,000. أرسل أبو بكر الصديق جيشا بقيادة عكرمة بن أبي جهل، وأوصاه ألا يبدأ القتال وأن ينتظر توافد جيوش المسلمين، لكنه شن الغارة مستبقة فأصيب بهزيمة منكرة. فوجهه أبو بكر إلى بلاد عمان والمهرة وحضرموت، وقال له: لا أرينك ولا تراني، لا ترجعن فتوهن الناس. ثم أرسل أبو بكر شرحبيل بن حسنة وأمره بالمقام حتى يصل خالد بن الوليد إليه، لكن شرحبيل عجل بلقاء العدو فأصيب جنده أيضا. ولما استكمل خالد بن الوليد الاستعداد وتلقى المدد، تقدم نحو مسيلمة فعسكر مسيلمة في عقرباء وأرسل يستطلع خبر خالد، فوقع من أرسلهم في الأسر فقتلهم خالد، وأبقى على مجاعة بن مرارة أسيرا عنده لشرفه في بني حنيفة. ثم التقى الجمعان في عقرباء، وكان حامل لواء الأنصار ثابت بن قيس، وحامل لواء المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة، وبقية العرب على راياتهم، واشتد القتال. ولم يلق المسلمون حربا مثلها في الشدة والعنف، وانهزم المسلمون وانكشف فسطاط خالد بن الوليد، ووصل بنو حنيفة إلى مجاعة ففكوا أسره وقطعوا الفسطاط. ثم إن المسلمين تداعوا للصمود
وتقدم ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم حمل خالد بالناس فردوا بني حنيفة، فعاد بنو حنيفة يشتدون في القتال، وأصبحت المعركة تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، وسقط من المسلمين كثير من الشهداء أمثال زيد بن الخطاب وسالم وأبو حذيفة وغيرهم. ثم قال خالد: امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. لذلك قال كل حي: اليوم يستحيا من الفرار، كما أبعد الأعراب عن القتال. وعاد المسلمون في كرتهم، ودارت الدائرة على مسيلمة، وركب المسلمون جند مسيلمة فكانت هزيمتهم. فقال بنو حنيفة لمسيلمة: أينما كنت تعدنا؟ فقال لهم: قاتلوا عن أحسابكم، يعني أنه كان كاذبا في نبوءته. ثم دخل جند مسيلمة الحديقة وأغلقوا بابها. ثم نادى البراء بن معرور في الناس وقال: ألقوني إليهم. فحملوه حتى رقي الأسوار ونزل فقاتل حتى فتح الباب، ودخل المسلمون وكثر القتل في جند مسيلمة، ثم قتل مسيلمة وولى قومه منهزمين. وقبض خالد على مجاعة مرة ثانية وقال له: أين مسيلمة؟ فتفقدوه بين القتلى فدلهم عليه، فإذا هو رويجل أي تصغير رجل، وصيفر أخينس تصغير أخنس، وهو المتأخر بين الناس. فقال خالد: هذا الذي فعل بكم ما فعل؟ قتل من المهاجرين والأنصار 660 رجلا، وقتل من جيش مسيلم الكذاب نحو من 20,000. موقعة ذات السلاسل. وقعت في المحرم من سنة 12 هجرية قرب كاظمة، وكانت بين المسلمين والفرس، وكان قائد جيش المسلمين خالد بن الوليد، وعدد جيشه 18,000 مقاتل، وقائد جيش الفرس هرمز. وفي هذه المعركة اقترن الفرس بالسلاسل حتى لا يفروا، ونزل خالد بن الوليد على غير ماء، فأرسل الله سحابة أمطرت وأصبح في الأرض غدران، فشرب منها المسلمون وقويت روحهم أمام عدوهم. ثم دعا خالد بن الوليد هرمز للمبارزة، فأقبل هرمز بعد أن أوصى جيشه بالغدر بخالد في أثناء المبارزة، لكن خالدا قتل هرمز قبل أن ينفذ جيش الفرس خطة الغدر. ثم أمر خالد بالهجوم على جيش الفرس فأزاحوهم عن مواقعهم، ثم كانت الهزيمة. كان في جيش خالد القعقاع بن عمرو، هو الذي أمده به أبو بكر، ولما قيل لأبي بكر: أتمد خالدا برجل واحد؟ قال أبو بكر: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. وفي هذه المعركة أرسل خالد إلى هرمز قبل القتال كتابا جاء فيه: أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحب الحياة. ولما قاتل خالد هرمزا أخذ سلبه، فكانت قلنسوته تساوي 100,000. موقعة المضار. حدثت في سنة 12 هجرية بين المسلمين والفرس، قائد المسلمين خالد بن الوليد، وقائد الفرس قارن بن قريانس صاحب الشرف الرفيع. جاء قارن مددا لهرمز، ولما وصل واجهه فلول المنهزمين في معركة ذات السلاسل، فانضموا إلى عسكره ونزل في المضار، وبلغ خالد خبرهم فتقدم نحوهم، ومعه من القادة المثنى بن حارثة وأخوه المعنى ومعقل بن الأعشى وعدي بن حاتم والقعقاع بن عمرو. وخرج قارن يدعو للمبارزة، فبرز إليه خالد ومعقل، فسبق إليه معقل فقتله، ثم التحم الجيشان وكان النصر للمسلمين، وقتل من فارس مقتلة عظيمة، وركب الباقي السفن للنجاة، ومنع الماء المسلمين من اللحاق بهم، وكان جملة من قتل من الفرس قريبا من 30,000
عدا الذين غرقوا في الماء. وفي هذه المعركة سبي ذراري المقاتلين من الفرس ومن ساندهم، وكان في السبي والد الحسن البصري العالم الشهير فيما بعد. وضربت الجزية على الفلاحين لقاء إقامتهم وزراعة الأرض. موقعة نهر الدم. وكانت بعد موقعة المضار، حدثت في صفر سنة 12 هجرية، وسببها غضب نصارى العرب وهم من بكر بن وائل على ما أصاب العرب من قومهم الذين أعانوا الفرس، فنكبوا في معركة الولجة، فاجتمعوا في أوليس وعليهم عبد الأسود العجلي، ثم انضم إليهم جابان بجيش كبير من الفرس. أما جيش المسلمين فقائدهم خالد بن الوليد، فقد علم بتجمع نصارى العرب من عجل ومن ساندهم من بقية النواحي، فنهد إليهم في أوليس ولم يعلم بقدوم جابان، وكان على وشك تناول طعام الغداء، فحط خالد الأثقال أمامهم ونظم جيشه وتوجه إليهم وطلب مبارزة عبد الأسود العجلي وابن أبجر ومالك بن قيس، فبرز إليه مالك فقتله خالد، وقامت الحرب بين الفريقين. قال لهم جابان: سموا الطعام، فإن انتصرنا عليهم نصنع غيره، وإن انتصروا علينا أكلوا منه وهلكوا. لكنهم لم يفعلوا لثقتهم بالنصر لقلة عدد المسلمين، وبالتالي عودتهم سريعا إلى طعامهم. وصبر الفريقان، وكان المشركون يتوقعون مددا من الفرس إلى أن المسلمين عاجلوهم بالنصر، فقتلوا وأسروا كثيرا منهم، وكان خالد قد نذر لئن أظفره الله بهم ليجرين من دمائهم نهرا، وذلك لجحودهم وقتالهم بني جلدتهم ومساندتهم للفرس، فقدم الأسرى وضربت أعناقهم فلم تجري الدماء نهرا. قال القعقاع بن عمرو: أرسل عليهم الماء كي تجري وتبر يمينك، ففعل، وسميت هذه الوقعة أيضا نهر الدم، وكان مجمل قتل الفرس ومن والاهم 70,000، وعاد المسلمون إلى الطعام، فكان غداء طيبا بعد النصر. معركة الفراد. قائد جيش المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه، والفراد على حدود الشام مع العراق ومع الجزيرة، لذلك فقد شارك في الحرب ضد المسلمين كل من الروم والفرس ونصارى العرب مثل ثغلب وإياد والنمر، واجتمع لهم جيش يزيد كثيرا عن 100,000، وكان الحائل بين الفريقين أحد روافد الفرات. فقال الروم لخالد: إما أن تعبر إلينا أو تدعنا نعبر إليكم. فقال: اعبروا إلينا. فقالوا: افسح لنا. فقال: ما أنا بفاعل، اعبروا أسفل منا. فعبروا وتصاف الفريقان، ودارت معركة شديدة صدر فيها المسلمون، ثم أنزل الله نصره عليهم وفرت الجموع المتحالفة. فقال خالد: اتبعوهم ولا يفلتوا منكم. وكان عدد قتل الأعداء في المعركة وفي الطلب 100,000، ومكث خالد مع جيشه 10 أيام لجمع الغنائم، ثم انصرفوا قاصدين الحيرة في 25 من ذي القعدة، وأرسل خمس الغنائم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره بما كان في هذه الموقعة. وقيل إن خالد بن الوليد حج في هذه السنة ولم يعلم به سوى قلة من قادته المقربين، فكان في ساقة الجيش، فخرج إلى مكة من أقصر الطرق فأدى حجه، ثم عاد مع وصول جيشه إلى الحيرة. معركة اليرموك. حدثت في السنة 13 من الهجرة قرب نهر اليرموك في شهر جماد الآخرة بين المسلمين والروم. عدد جيش المسلمين ما بين 40,000 إلى 46,000، وقيل أقل من ذلك، وعدد جيش الروم 240,000، وقيل أكثر من ذلك. وكان قائد جيش المسلمين
خالد بن الوليد ومعه كبار قادة الفتح مثل أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة والزبير بن العوام والقعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. وقائد الروم تذارق يساعده الفيقار وبهان. وفي هذه المعركة نظم خالد بن الوليد جيش المسلمين على شكل كراديس، كل كردوس بألف مقاتل يقوده واحد من أبطال المسلمين، وقال إن عدوكم طغى وكثر، وليس من التعبية، تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس. ثم أمر عكرمة والقعقاع أن ينشبوا القتال، وأنشب القتال، والتحم الناس وتطارد الفرسان، وخرج جرجة من الروم وهو مقدم عساكرهم، وسأل خالد أسئلة عن الدين الإسلامي، فأخبره خالد عما سأل، فأسلم وانقلب مع المسلمين، وقاتل معهم، وأصيب آخر النهار. وحمل الروم على المسلمين فأزالوهم، ثم تنادى المسلمون للثبات، فثبتوا للروم، وعادت الكرة للمسلمين عليهم. وارتفع القتال واشتد حتى مالت الشمس للمغيب وتضعضع الروم، فانتهزها خالد فرصة فاخترق بمن معه وهو في القلب جيش الروم، حتى فصل خيلهم عن رجالتهم أي المشاة، فإذا بخيل الروم تصبح خارج المعركة، ووجدوا أن الطريق مفتوح أمامهم للهرب، فانطلقوا في الصحراء لا يثبون، وأفرج لهم المسلمون الطريق مما سهل هروبهم. وأقبل المسلمون على المشاة وكانوا قد اقترنوا بالسلاسل حتى لا يفروا، فسهل هذا على المسلمين قتلهم، ورمى أكثرهم نفسه في الخندق خوفا وفرقا، فكان الواحد منهم يسقط ويسحب معه من اقترن به، وتهافت الجميع في الواقوسة، وهو الاسم الذي أطلقه المسلمون على الخندق، فيقتل أعلاهم أسفلهم، فكان عدد من قتل في هذا المكان 120,000. ولما رأى الفيقار هذه الهزيمة المنكرة وما نزل بجنده، ألقى على نفسه البرنس حتى لا يرى الهزيمة، وفعل مثله عدد من أشراف الروم، فقتلوا وهم على هذه الحالة، وكتب الله النصر للمسلمين. وقد شارك في هذه المعركة 1000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 100 شهدوا بدرا، كما قاتلت النساء في جولة من هذه المعركة. استشهد في اليرموك 3,000 من المسلمين، منهم عكرمة بن أبي جهل وابنه عمرو وهشام بن العاص، كما أصيبت عين أبي سفيان، وجرح ضرار بن الأزور بجراحات بليغة. وتعد هذه المعركة من المعارك الإسلامية الفاصلة، فلم يلقى المسلمون بعدها مثل هذا الجمع من الروم، وبدأ بعدها حصار المدن في بلاد الشام وفتحها الواحدة تلو الأخرى.